السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وكل سعادة الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب انا امل ودي قناتي لو اول مرة تشوفي القناة ياريت بسرعة تنزلي تشرفيني وتنوريني تشتركي في القناة لان شرف ليا وجودك معايا ما تنسيش تفعلي لي زرار الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك بايديك الحلوة دي يوم جديد ورتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بس قبل ما نبدا الروتين كالعادة ننزل نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الفيديو آه زي ما انتم شايفين كده النهاردة هعمل معاكم أحلى يعني أحسن حاجة للصحور بجد أحسن حاجة بتتعمل في البيت الزبادي والفول بجد بطريقة سهلة وبسيطة جدا هنعمل الزبادي في البيت وهنعمل ودي دي على طول أنا معتمدها كل سنة الطريقة دي في الزبادي بسم الله ما شاء الله أنا بقى لي كام سنة بعملها فالطريقة دي سهلة وبسيطة طبعا نبدأ الفيديو على طول اول حاجه كده يا بنات انا جبت زبديه من اللي هي العاديه ما بتجيبيش دانون ولا الحاجات دي لان بيبقى فيها مواد حافظه فاحنا عايزين اللي هي على الطبيعه اللي هي زي ما انتم شايفين العلبه دي اللي هي العاديه تمام مش دانون العاديه آه فجبت هنا طبعا انا عندي اقل من كيلو لبن يا بنات دول اقل من كيلو لبن يعني نقول كيلو لربع ربع كده يعني هو فوق النص بشويه المهم انا جبت هنا كوبايه طبعا مسخنه اللبن بتاعي بيكون دافي زي دمعة العين تمام وحطيت عليهم الزبدية جبت الزبدية وحطيت معاهم كوبايه لبن وضربتهم في الخلاط بعد كده يا بنات باخد اللبن كله وبعمله في بحطه عليها طبعا عايزه تضربيه في الخلاط يعني تفرمي في الخلاط مفيش مشكله عايزه تعمليه تقلبيه كده في بعضه وخلاص برده مفيش مشكله يعني مش لازم يعني ان احنا نفرمه تاني في الخلاط اهم حاجه كوبايه اللبن معاها كوبايه الزبادي اللي هما المفروض يتعملوا تمام طبعا الكميه دي بسم الله ما شاء الله هتعمل لي آه سبع كوبايات زي ما انتم شايفين كده مش هتعمل لي سته طبعا الكوبايه بسم الله ما شاء الله دي طب اولا ده لبن طبيعي مش مخشوش ولا محطوط في ميه ولا اي حاجه ده لبن طبيعي آه بسم الله ما شاء الله يا بنات جميل جدا 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 وسهل في البيت بطريقه يعني اقول لكم ايه طبعا انا هنا كنت احطهم في اهم حاجة تكون بتاعة الامونيا او تفال بس اهم حاجة كده ان انت تسخن المية وتحطها على طول زي ما انتم شايفين كده يا بنات طبعا هم عاملين بسم الله ما شاء الله شايفة الكوباية الاخيرة دي اللي هي السبعة بتاعتهم دي بتاعة العصير واخده كمية بسم الله ما شاء الله يعني فسبعة كوبايات حلوين قوي اضربي بقى الكوباية دلوقتي عدد بسبعة جنيه بس مش من دي طبعا ده هي صغيرة فيها معلقتين اللي انا جايباهم لل... اللي انا جايباها عشان اعمل بيها الزبادي طبعا دي بتسمى اللي انا شاريها دي خميره للزبادي ما تجيبيش دانون لاخر مره اقول لك ما تجيبيش دانون او تجيبي جهينه او الحاجات دي اللي فيها مواد حافظه طبعا بكون مسخنه الفرن وغطيتهم كده بال زي ما انتم شايفين يا بنات غطيتهم بال عندك بقى فانيلا اللي هي القطن كده اهم حاجه تكوني مسخنه الفرن تمام وبندخلهم بقى بتتساب طبعا ست سبع ساعات زي ما انتم عايزين اربع ساعات حسب تماسكها بعد كده بقى بتدخليها الب... بتدخليها التلاجة هنا بقى كنا خدنا وصحرنا منها فاللي فضلوا دول تمام خمس كوبايات خدنا اتنين اتفضل ايه خمسة زي ما أنتم شايفين كده طريقتهم جميلة ومتماسكة جدا والزبادي والزب... بجد يا بنات تحفة 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 آه... على طريقة تانية على طريقة تاني أنا وضمانتنا بجد طريقة سهلة وبسيطة طبعا أنا كنت عاملة الفول برضو زي ما أنتم شايفين هنا الزبادي وهنا الفول طبعا الفول أنا طبعا كنت لكم ده كله في الآخر فتعال نشوف بقى هنا بقى طبعا عندي نص كيلو من الفول نقعته كويس كده وزي ما انتم شايفين بتسيبيه قبلها بيوم يتنقع او من الصبح للليل ما فيش مشكلة بس انت لو مستعجلة عليه اربع ساعات المهم سيبته كده يا بنات وبعد كده هاخده احطه في الفوالة طبعا الحاجة اللي انا معتمداها جدا في ان انا اعمل الفول طبعا باخده صفيه كده وبحطه في الفوالة بتاعته وبنحط عليه العدس والطماطم مفيش احسن من كده عندك فول ما تشوش حطه له بصوا كل دي منكهات ليه طريقه سهله وبسيطه طبعا عندك العدس عشان يدي اللون الحلو مع الطماطم برضو يدونه الاحمرار ده بدل ما نحط لون صناعي وكده وباذن الله يعني هتشوفوا برضو التركيه اللي انا بعملها بجد جميله جدا يا بنات هنا عندي كان عندي بس شويه دول من العدس ما كانش عندي فول ماتشوش بصراحه ربنا فانا كنت كل مره بعمل بفول ماتشوش بس بصي الجيش بيقول لك الصرافي فاحنا اتصرفنا طبعا المهم زي ما انتم شايفين كده جبت دي حطيتها كده وهبتدي بقى احط الطماطم برضو عليها وهتشوفوا الطريقه بجد سهله وبسيطه جدا يا بنات طبعا هنا دول طماطمتين مقطعهم زي ما انتم شايفين كده وهقلبهم كلهم كده بكون بكون غاليه ميه طبعا هحطهم عليها هحط طبعا الميه وبعد كده هنكمل الفيديو طبعا التركايه اللي انا هعملها هتشوفوها برضو ايه زي ما انتم شايفين كده بنات وهحطها بقى هنحط هنا معلقتين زيت عليهم وخلاص هرفعهم على النار بقى زي ما انتم شايفين كده معلقتين زيت وخلاص وبعد كده هنرفعهم على النار اهم حاجه لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس من الكل عشان يوصلك زرار تقول من بيت امل نزل الفيديو وتشوفينه على طول وباذن الله كده نعمل فيديوهات جميله جدا مع بعض واستنوا الفيديوهات الجايه باذن الله تكون حلوه قوي هنعمل فيديو هنعمل حاجات كده يعني ايه تنظيفات العيد يعني مش تنظيفات لان احنا عاملين مع بعض قبل قبل رمضان فهنعمل تنظيفات بسيطه كده وسهله تمام يعني ايه ترويقه كده على المشي زي ما انتم شايفين كده هنا كان غلي كنت شلت الريم بتاعه من فوق كده زي ما انتم شايفين وهي بعد كده هنشوف هكمل بقى هنعمل ايه طبعا نقلته هنا على العين العين دي الصغيره دي وهبتدي بقى يا بنات ان انا اعمل اكمل الفول بتاعي طبعا الفول حتى في الايام العاديه انا بعمله يا بنات لان بيبقى حاجه حلوه قوي بدل ما نقعد نشتري كده. وطبعا بخمسة جنيه بقوا شوية قليلين جدا طبعا عايزة اجيب بعشرة جنيه فانا ليه اجيب بعشرة جنيه عشرة لعشرة بنجيب نص كيلو وبتعمل ايه تمام دي الست الشاطرة المدبرة الموفرة زي ما انتم شايفين كده هنا جبت بقى دي التركاية بتاعتي جبت معلقتين من النشا عليهم معلقتين من الصلصة عشان يديني احسن ما احط لون صناعي يعني ان احنا دايما بنقول بتاع المطاعم بيبقى احمر ليه بيبقى لون بيبقى مكتسب طعم يا بنات ومش محدش يقول لي صحي ومش صحي والكلام ده لا انا ما ما بالحاجات دي او بالمنكهات للطعم او الحاجات دي لاني انا بحس ان هي مواد صناعيه تمام او مكتسبات طعم صناعيه يعني مش فانا اعملها في البيت البديل ليهم الصلصه والنشا طبعا عشان تعمل لي السمك بدل ما يبقى ميه كده بتعمل سمك طبعا انتوا شايفين المنظر عامل ازاي يعني بجد اللون بتاعه بسم الله ما شاء الله هتشوفوه في الاخر والله العظيم احسن من المطاعم بكتير 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 يعني حاجه كده ولا اقول لك المطاعم ايه احنا هنضرب المطاعم بعد كده طبعا هنا بقى بعد ما الفول غلي وخلاص وسبته يبرك كده فهنشوف بقى هنعمل ايه ده في اليوم اللي انا كنت عامله فيه الزبادي برضو قلت هعمله طبعا هو كان لسه سخن شويه بس قلت ما فيش مشكله برضو طبعا انا بوريكو الفول عامل ازاي شايفين اللون من جوه عامل ازاي بسم الله ما شاء الله يا بنات تبارك الله بجد الحاجه ما بتتعمل في البيت بتبقى فيها بركه وبتدي يعني بتبقى كده الحاجه اللي انت تعبانه فيها وعاملاها كده بتبقى حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده هعملة بقى زي كان فتحة محل فول والله يا بنات زي ما انتم شايفين كده مليت الكوباية دي وبعير بيها طبعا وبحط الفول عندي هنا برضو بعمل على قد اكلي طبعا بعمل لي كمية بسم الله ما شاء الله والله يا بنات يعني بعمل لي خمس اكياس ست اكياس على حسب مع ان انا كنت واخده منه ومسحره برضو في اليوم ده لان انا واخده زبادي برضو ومسحره بيها واخده فول ومسحرين بيه تمام فانا بعمله بجد ومعتمده وكنت بعمل طعميه على فكره في البيت على طول بس السنه دي بجد ما عملتهاش خالص آه بس يعني ايه لان مش بناكلها كتير وكده يعني مش يعني آه الكيس من الطعميه بيقضينا يومين تمام بس الفول على طول لازم يعني زي ما انتم شايفين كده يا بنات هنا برضو عملت يعني بسم الله ما شاء الله عامل لي كميه حلوه وهتشوفوا الكميه وطبعا كنت واخده منه منهم الصحارة كمان ف بمقام برضو كيس زي ده فبسم الله ما شاء الله يعني النص كيلو بيعمل كميه حلوه يعني فاعملي حاجه في البيت ووفري احسن يعني مش وفري على أقولك فلوس برضو لا على أقولك كمان ان انت عارفه الحاجه محطوط فيها ايه وعملها بايدك هنا برضو كان ما عادش بقى غير كيس تقريبا هنا بقى هحط دي وهعمل باقي الباقي ده كيس برضو كده ده طبعا انا سايباه عشان بدل ما اجمده في الفريزر آه هنصحر بيه باذن الله لتاني يوم تمام أنا بقى هحط بقية اللي في الفولة كله وهعملهم كيس برضو ونبقى نعمله في يوم برضو يعني ايه بسم الله ما شاء الله الكمية حلوة وعجبتني يعني ان انت روح تشتري الكمية دي من الفول لا هيزالك 15 جنيه عشان يديكي الكمية دي طبعا هنا بقى كنت ايه, إيه مش عارفة اللي جاب الوقت ده بس ايه كنت بنصح طبعا الحاجة كده قبل ما اصور يعني وكده زي ما انتم شايفين كده بنات هجيب بقى الحاجه واحطها كده وارصها عشان تشوفوا اه معايا هنا زي ما انتم شايفين طبعا الطريقه انا كنت عبيت معاكم بس انا بوريكم الطريقه هنا الى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله